مرحبا بحضراتكم مشاهدينا الكرام، برحب بفضيلة العالي الجليل الأستاذ الدكتور علي قمر. أهلا بكم صاحبي. أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك. اليوم هنتحدث عن شخصية هامة في دولة التلاوة في مصر وفي العالم العربي، فضيلة القارئ الشيخ الشحات محمد أنور أو أمير النغم القرآني. بداية في الدكتور، كيف ترى مفاتيح شخصية الشيخ أنور رحمة الله عليه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. نتكلم إذن عن نقطة مضيئة في قراء مصر. الشيخ الشحات محمد أنور مثال نموذجي لما أريد أن أرسل به رسالة إلى العالمين، كيف أن أرض مصر ولادة وأنها لا تحتاج إلى كثير الأدوات، وأن العبقرية كأنها كامنة في جينات هذا الشعب الكريم. رسالة أراها بعيني كلما تبحرنا وكلما تكلمنا عن قارئ من بدايتهم إلى نهايتهم. لكن الشحات محمد أنور يعني كأنه يضرب المثل الأعلى في هذا التوجه. ومفتاح الشخصية هو هذا الذي ارتضيناه من أجل أن نصفه به كما وصفه به الناس، أمير النغم. وحضرتك أحسنت عندما أضفت تقييدا لهذا النغم، القرآني. وهو في الحقيقة هو أمير النغم القرآني وغير القرآني. بمعنى؟ بمعنى أنه قد درس النغمة دراسة مستفيضة، واستطاع أن يتعمق فيه تعمقا أذهل المتخصصين في هذا الشأن. النغمات الموسيقية يعني. النغمات الموسيقية في حد ذاتها يعني علم الموسيقى في حد ذاته. فالشحات اتولد 1950 وانتقل إلى رحمة الله تعالى 2008، برضو صغير، الله يرحمه، عنده 58 سنة. وهو صغير مات أبوه، فنشأ في كنف خاله. خاله ده كان اسمه حلمي محمد مصطفى. حلمي محمد مصطفى رضي الله تعالى عنه تولى العيلة، أخته وولادها. الراجل مات. لما واحد بيتولى العيلة، عيلة تانية مهما كان بتبقى الأمور ضيقة. وكذلك في القرية المصرية بتبقى الأمور أضيق. فلك أن تتصور هذه الحالة التي نشأ فيها الشحات محمد أنور كالسواد الأعظم من المصريين، كشأن السواد الأعظم. ولكن في النهاية يلف العالم ويؤدي هذا الأداء الرائع سبحان الله، وبهذا الصوت وبهذا الحب للقرآن الكريم، يحفظ القرآن الكريم. وبعد ما يحفظه، وخلي بالك كانت الطريقة بتاعتهم زي ما قلنا، يحفظ القرآن الكريم. وبعد ما يحفظ القرآن الكريم يراجعه. كانوا يحفظوا القرآن الكريم في حدود سنتين. فلو راح الكتاب وعنده 8 سنين يبقى قدامنا دلوقتي بقينا عندنا 10 سنين. خاله حلمي حافظ القرآن. يبقى شوف مش قارئ ولا حاجة،
راجل قروي عادي، ولكن كل ما يروح الغيط ولا يروح في مشوار كده يأتلوا القرآن، كانوا بيأتلوها زي ما الشيخ الغزالي كان يحكي عن نفسه بجوار الترعة وهو ماشي على الترعة، ما فيش مواصلات ما فيش كهرباء وما فيش مش عارف ايه، بس هو عايز يروح المعهد او يروح السوق او يروح البلد فيمشيها. عايشوا مع القرآن بقى هو حياته، وعايشوا مع الطبيعة. نعم بقى القرآن وبقى الطبيعة، كتاب الله المسطور وكتاب الله المنظور. صحيح. فماشي كده هو في بتاع أمي يتلو كده، فقال له تعالى يا واد يا شحات تعالى راجع معايا يا ولا. قال له حاضر يا خال. وراح الشحات يراجع، راجعه أكتر من 20-30 مرة يراجع القرآن مع سيدنا الشيخ حلمي. نعم. كان واحد كان اسمه سيدنا الشيخ علي الفرارجي، الفرارجي لأنه ممكن يكون أبوه ولا هو ولا كده يبيعه فراريجي اللي هو يبيعه دجاج يعني. وده برضو كانت مزية من مزايا المصريين أنه يعمل، يأكل من عمل يديه، واللي يأكل من عمل يديه ده من أهل الجنة، واخد بالك. وفي الحديث فيه الحتة دي كتير من الأحاديث التي تحث على الأكل من عمل يديه. عندنا طريقة كان اسمها الطريقة الرفاعية، أول بند فيها أن تأكل من عمل يدك، يعني مش هقبلك عندي إلا لما تأكل من عمل يدك. المهم الحاصل أنه راح لعلي الفرارجي علشان إيه بقى؟ التجويد، أحكام التجويد. يبقى إذن في فرق بين الحفظ وبين التثبيت وبين التجويد. جوده حلو قوي وتمام التمام وصوته حلو. فلما صوته حلو نزل القاهرة ابتدى يقرأ في المياتم، انتشر صيته، قالوا لا ده انت لازم تروح ايه الإذاعة.